ثم إنه يؤخذ هذا الميت كما تعلمون وكله إكرام، ولا يبقى في موضعه ذاك، يكرم بعدها بأن يصلى عليه. والصلاة كما تعلمون إنما هي دعاء، صلاة الله رحمته، وأما صلاة الخلق معناها الدعاء. فصلاة الجنازة دعاء لهذا الإنسان إن كان هذا الإنسان موفيا، أما إن كان هذا الإنسان مقصرا، إن كان لم يبالي بأوامر الله تعالى، إن كان قد توفي وهو عاق لوالديه، إن كان قد توفي وهو يعاقر الخمور ولم يتب منها، إن كان قد توفي وهو يأكل الربا ولم يتب منه، إن كان قد توفي وهو يأكل أموال الناس ظلما، إن كان قد توفي وهو يأكل الرشا، إن كان قد توفي وهو يقذف الآخرين في أعراضهم، هؤلاء مبارزون لله سبحانه وتعالى بالمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام، ولا يدخل الجنة قتات، ولا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول: ومن هاجر أحد والديه ساعة من نهار كان من أهل النار إلا أن يتوب. رسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث عنه أنه توفي بعض الصحابة، وكان في أول العهد يسأل هل عليه دين قبل أن يصلي عليه، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم شفاعة ورحمة. فإن قيل له لا صلى عليه، وإن قيل له إن عليه دينا يا رسول الله إنها أموال آخرين، قال: هل ترك وفاء؟ فإن قيل له نعم صلى عليه، وإن قيل له لا قال: صلوا على صاحبكم. ما كان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه ترك حقوق الناس ولم يوفيها. وفي حادثة من الحوادث امتنع عن الصلاة على بعض الأموات، إلى أن جاء أبو قتادة رضي الله تعالى عنه فعز عليه أن يخرج أخوه والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، عز عليه هذا الأمر، فقال: هما علي يا رسول الله، أي أنني سأقضي هذين الدينارين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت زيادة في هذا الحديث اختلف في تصحيحها، هنالك جمع حسنوا هذه الزيادة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا قتادة بعد أيام وقال له: يا أبا قتادة، ما فعلت الديناران؟ فقال أبو قتادة: سأقضيهما يا رسول الله. ثم ذهب وجده: ما فعلت الديناران؟ قال: سأقضيهما يا رسول الله. أبو قتادة يقول: ما كان عنده شيء، ولكن عز عليه أن يخرج أخوه ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان يختفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يراه، إلى أن تيسر الأمر وقضى الدينارين. وجده وسأله السؤال نفسه، وقال أبو قتادة: قضيتهما يا رسول الله. جاء في هذه الزيادة، إن قلنا بثبوتها، جاء فيها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الآن بردت جلدته، أي هذا المتوفى. إذن قضية قضية حقوق. لذلك قال أهل العلم: الميت قبل أن يصلى عليه، أخذ من هذا الحديث، قبل أن يصلى عليه يقوم أولياؤه، وعليهم أن يعرفوا الديون التي عليه، وعليهم أن يعرفوا حقوق الآخرين. والإنسان الذي هو منتبه للأمر ويعنيه أن يكون ناجيا عند الله تعالى، والذي يوصي بما عليه من ديون، والذي لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه كما في حديث ابن عمر إن كانت عليه ديون واجبة. يقول أهل العلم: إنه ينبغي الوفاء بها في هذا الموضع إن تيسر الأمر.